ديننا نبع الفضائل، ديننا تم انخصال منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. إنه الإسلام نور الله قدسي الجمال، إنه الإسلام نور الله قدسي الجمال، نبع أخلاق سناها طاهر يمحو الضلال. منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. أذب الأرواح والأنفس بالصدق المبين، وبإحسان براها حية في العالمين. أذب الأرواح والأنفس بالصدق المبين، وبإحسان براها حية في العالمين، وبإخلاص وإصلاح وتقوى ويقين، أشرق الإسلام حيا في صدور المؤمنين. منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين أدوها حقوقا واستجابوا للنداء، حفظوا عهدا وصانوا صدقا حق الوفاء. حين غضوا الطرف وازدادوا رقيا بالإخاء، أصبحوا في الناس إسلاما تحركه السماء. منه أنوار الشمائل. السلام عليكم ورحمة الله أيها الطلاب. وعليكم السلام ورحمة الله أيها الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. عشر كيني مانتا وأن كبران دون إن شاء الله الحديث للصف الأول الابتدائي. ما أنت عشر عصوب أيان قادنين عشر كاسي وحوكو سابسنيهي الحديث الرابع، حديث كأفراد أيوكو سابسنيهي الحديث الرابع حديث كأفراد. الحياء حشوتك مفتاح لكل خير، خير والبه فرأيه. الحياء حشوتك مفتاح وحو فرأيه لكل خير، خير والبء حشوت كأحشوني ست أيا خيره. حديث كان أن صورنا معنى وين أيو كفرية، معناها أو كفرية وحواي. حديث ك وحكشة كان يا حشوت كوحلا ده، حشوت ك يقف كإنه حشوت لهذا وحوين أرين أدو في عنوا قف، لكن إسكحن حن وحن بدل ضل ماي ما في عنه قف كإنه حشوت أيا في عن. حديث كما أنت في النبي عليه الصلاة والسلام عن عمران بن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. حديث كان وحاورين أيوه عمران ابن حسين صحابي قلده رضي الله عنهما أصدقائي أبيس الله كرال نخده. قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحويري: الحياء حشوتك لا يأتي لما إماده إلا بخير، خير مويه حشوتك وحكلا لما إماده. رواه البخاري ومسلم. حديث كان وحا وريي إمام البخاري إمام مسلم أي حديث كان صوصارين. عن عمران بن حسين، عمران بن حسين وحا لقوريي رضي الله عنهما لبضو ذا الله كرالي نقذي قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا حريس إبت باذا كركيس الله يلي وحو يري: الحياء حشوتك الحياء لا يأتي إلا بخير، خير مويه وحكل لما إماده.
رواه حديث كاسي البخاري ومسلم إمام البخاري يا إمام مسلم أيا وري حديث حديث كان نبي صلى الله عليه وسلم وحانو قورنا يو صحابي جليل عمران بن حسين رضاه عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم وحو يربو يري الحياء حشوتك لا يأتي إلا بخير خير موية وحكا للم إمام حشوتك الحياء وحوية حشوتك قفك وحيابها حنحن إنو كآمسو وأفكي سكا قابسو عايدة أفلقاددة حنت إي حمانت إنو كقابسو أي حشوتكاس الحياء خير موية وحكا لما لها قف أفنيرها دائرت وحول بان كحشونين إسكا قد واقعي قف خير لما ليس له خير قف إسكا قيقالنا دائرت وحنكو هادلها مركا حشوتكا خير أيو موية وحكا لما إماده نبي صلى الله عليه وسلم ما انتصاص أيو نقبوريني عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء حشوتك لا يأتي لما إماده إلا بخير خير موهي رواه البخاري ومسلم عن قادنه التعريف بالصحابي صحابي يا وايس صحابي حديث كورناه يا واي هو عمران ابن حسين الخزاعي رضي الله عنه الله كرال نقضي أسلم وحو إسلامي عام خيبر سنة كخيبر وسنة كسقالات أو هجرق أيو إسلامي وكان وحو أها من فضلاء الصحابة أصحاب تددك فضلك بضن أيو أها مات سنة اثنين وخمسين وحو دينتي سنة كمركو أها كنتن إي لبو لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كنتن إي لبو أيو دينتي التعريف بالصحابي صحابي أولو برو هو عمران بن حسين مقعيس هو عمران ابن حسين رضي الخزاعي قبيل كأيا وحالها هير بني خزاعة خزاعي رضي الله تعالى عنه أسلم وحو إسلام صحابيا عام خيبر سنة كي الأورنجري عام خيبر وسنة كي تضبات هجري وكان وحو أها صحابيا من فضلاء الصحابة أصحاب تددك فضلك له أيو أهاوى مات وحو دنتي سنة اثنين وخمسين كنتن إيا لبو صحابي أن مانت برانينو تاريخ نولود كيسا مقعيس وحالة دها عمران ابن حسين أيالة دها رضي الله عنه عمران ابن حسين وحو سو إسلامي سرد كهجري مركو مرايي تضبو عام خيبر عام خيبر وسنة كتضبات أو هجري أيو دعي سنة كتضبات أو هجري أو خيبر وحالة أورنجري مقالة مدينة ميلكو دو أو يهود أياد دقنان جرتي سنة كمرك اليهود لغفرتي أيو صو إسلامي صحابي كان وحونا كمد أها أصحاب تددك فضلك له ها وناق أصحابك أيو أها واي وحونا دنتي سنة كمركو مرايي اثنين وخمسين كنتن إيا لبو هجرية ذا مركي مريس النبي عليه الصلاة والسلام أيو دنتي وي أسلم وحو إسلامي عام خيبرة سنة كاسوان كوشاقي وسنة كتضبات وكان وحو أها من فضلاء الصحابة الصحابة تددك فضلك بضن أيو أهاوه مات وحو دنتي سنة اثنين وخمسين كنتن إي لبو هجرية ذا مركي مريس عليه الصلاة والسلام نبي هجر ديس أيو دنتي الله كرالي نقضو صحابي عمران بن حسين رضي الله عنه ونوفا إذي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام نبي نوغس ووريه ما يستفاد من الحديث حديث كان محالة فائدة سنة لغا قادنا ما يستفاد من الحديث حديث كان محالة فائدة سنة أو لغا قادنا واحد الاتصاف بالحياء حشوتك إن لغت الماموب من الإيمان أيو كمدي الاتصاف بالحياء حشوتك إن لغت الماموب أو قفك حشوت ليه من الإيمان أيو كمدي لنبر كلبات الحياء حشوتك مفتاح وحفرؤ يهي لأبواب الخير كلها إردها خير كأودان أيو وحو يهي فرؤ يهي وي الحياء حشوتك مفتاح فروا يؤ لأبواب الخير كلها خير كأودان أيو فرؤ يهي وي
lambarka saddexaad al alfaadu sayi'a ereyada xunxun ka shatmi caydoo kale warafci sawti codka oo kor loo qaado oo laiska qaylqeeliyo tunaafi waxay ka hor imaanaysaa alxayaaa xishood waxyaabaha xadiidka laga qaadanayo aan ka faa'iidaysana waa kana waaxid alitisaafu bilxayaa'i xishoodka in lagu tilmaamoobo oo qofka xishood leeyahay min aliimaaniya ka mid tahay alitisaafu bilxayaa'i xishoodka in lagu tilmaamoobo oo qofka xishood u sugnaado oo xishood leeyahay oo lagu tilmaamo qofkaas waa qof xishoonaya la dhaho min aliimaani wa iimaanka ayay ka mid tahay lambarka labaad alxayaa'u miftaaxun xishoodku wuxuu furo u yahay liabwaabi alkhayri kullih irdaha khayrka oo dhan ayuu furo u yahay waay miftaax liabwaabi alkhayri kullih khayrka oo dhan maxaa lagu furaa yaa xishood ayaa lagu furaa waay oo qofka markuu xishood leeyahay wuu wanaagsanaanaya alalfaadu sayi'a ereyada xunxun ka shatmi caydoo kale warafci sood qofka inuu iska qaylqayliyo codka kor u qaado tunaafi alxayaa'a xishoodka ayay ka hor imaanaysaa xadiidkan waxyaabo badan oo aada u muhiimsan ayuu nagu baraarujiyey xadiidkan midda koowaad waxa waaye qofka inuu iimaan leeyahay alitisaafu bilxayaa yaa min aliimaan iimaanka ilaahay subxana watacaala la rumeeyo iyo khayrka iyo iimaanka ayuu ka mid yahay waa waxaan kaloo xadiidkan ka faa'iidaynaa xishoodku wuxuu furo u yahay irdaha khayrka oo dhan ayuu furo u yahay lambarka saddexaad ereyada xunxun alalfaadu sayi'ah caaydoo kale in qofka la caayo aflagaada lagu hadlo hadal xun lagu hadlo ama qofka iska qayliyo asigoo macno la-aan iskaaga qaylqayliyo yaa ama ma aragtay xumaan la qaylqayliyo ama sideedaba hadduu iska qayliyo qof meel laiska fadhiyo oo tartiib ah ku qaylqayliyo tunaafi alxayaa xishoodka way ka hor imaanaysaa xishoodkii oo nebiga ma aragtay ku boorinayay way diidaysaa marka qofka xadiidka waxaa looga baahan yahay xishoodka inuu qofka lahaado oo ardayga xishood ku tilmaamoobo oo xumaanta iyo hadalka oo la xun oo ku hadlaayo inuu ka sariigiyoodo oo kan iska ilaaliyo yaa dadka waxay ardayda waxay barteen ma aragtay hadalo xunxun inay qofka ku hadlo saas waaye saan waaye cay waxaasoo dhan ma fiicno diinta islaamka ma jeclo allah subxaanahu watacaala ma jeclo marka iska ilaaliya ereyada xunxun in dadka lagu dhaho ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waquuluu linnaasi xusnaa dadka hadal fiican ku dheh yaa weliba qofka waalid kuu ah macalin kuu ah qofka ayaga maba usii jirtaba hadal wanaagsan inuu ku dhaho xushmeeyo oosan codkiisa kor ugu qaylinin si tartiiba ula hadlo aadaabta oo ma aragta wanaagsan ayay ka mid tahay waay macalinkiisa inuu ixtiraamo hooyadiis iyo aabbihiis inuu ixtiraamo inuu ma aragtay macalinka oo ka amar qaato waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay min alxayaa'i xishoodka oo nebiga sal alla salam ku boorinaayo ayay ka mid tahay waay alalfaadu sayi'ah ereyada xunxun ereyada xunxun maxaa ka mid a ka shatmi caydoo kale warafci sawti codka oo kor loo qaado si dabaalnimo ah loo qaylqayliyo tunaafi alxayaa xishoodka bay ka hor imaanaysaa nacam as'ilatun wa tamaariinu su'aalo iyo agsasaasyo akmil ilxadiida xadiidka buuxi akmil ilxadiida xadiidka buuxi alxayaa'u su'aasha labaad akmil maa yeliya waxa sabab soocana buuxi alxayaa'u liabwaabi alkhayri alxayaa'u liabwaabi alkhayri ereyadaas ayaa buuxinaysaa bismillah ismi sudaysi maxamuud aljawaab alawal alxayaa'u laa ya'ti ilaa bikhayr ismi shurayn maxamuud aljawaab athaani alxayaa'u miftaaxu liabwaabi alkhayr aad ayay u mahadsan yihiin sudays iyo shurayn maxamuud cashirkeena maanta aan ku baranay alxadiidu alraabic maanta cashirkeena intaas ayuu ku egyahay وبالله التوفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد